بسيطة. إذا أردت أن تذهب إلى العمل لا تنوي الذهاب للوظيفة فقط لكي لا يخصموا من راتبك، لا لا، انوي أن تعف أهلك وأولادك عن الحرام وأن تعمر بلدك المسلم وأن تخدم المسلمين وأن تقضي مصالحهم ومعاملاتهم، عندها سيكون ذهابك للعمل في كل يوم أكثر ثوابا وأجرا وليس فقط مباحا. إذا أردت أن تقود السيارة لا تنوي فقط التنقل من مكان إلى آخر، لا، انوي أيضا أن تستخدم السيارة في حسن الخلق فتحصل على أجر لأنك تقود السيارة في حسن خلق. في دراستك انوي أن تفرح والديك وأن تنفع المسلمين بعلومك، وسيصبح ذهابك للدراسة في كل يوم أجر في أجر. إذا أردت أن تلعب الكرة لا تنوي فقط الترويح عن النفس والرغبة بالفوز، بل انوي أيضا أن تدخل السرور على إخوانك المسلمين الذين يلعبون معك وأن تقوي جسدك بالرياضة. يعني توجد أشياء كثيرة كثيرة، هذه فقط أمثلة. بعض الناس يقول أنا أحس أني لا أحول المباحات إلى مستحبات مني لأني أصلا سأفعل مباح سأفعله فلا أحس أني أفعله لله، فكأني أقول النية هكذا بلا طعم ولا لون، فهل لي فيها أجر؟ أنا لا أحس أن أفعلها لله. الجواب في الحقيقة يوجد ضابط هو الذي يبين لك هل فعلت هذا المباح لله أم لا. الضابط هو أن يوافق فعلك نيتك بحيث تكون صادقا في هذه النية. كيف؟ سنضرب مثالا. لو فرضنا أن شخصا أراد أن يحول الأكل الذي هو مباح إلى مستحب النية، فنوى بالطعام التقوي على الصلاة، لكنه لما أكل حتى انتفخ بحيث أصبح ثقيلا في الحركة. هذا في الحقيقة غير صادق في نيته، هو لن يؤجر عليها لأنه قال أريد أن أستعين بالطعام على الطاعة، وفعله ليس فعل من يستعين بالطعام على الطاعة، بل أصبح الطعام مثقلا عن الطاعة بسبب كثرته. وأما إذا أكل بقدر مناسب فهذا هو الذي تتحول مباحاته إلى حسنات. ولو أراد شخص أن يحول المباح في الوظيفة إلى أجر فنوى بذهابه للعمل أن يساعد المسلمين، فإذا كان فعلا يساعدهم فهو صادق. وأما إذا كان يقول المراجعين تعالوا في الغد ويؤخرهم بلا سبب فهذا غير صادق بنيته فلا يؤجر. وهذا الذي نوى بالنوم التقوي على الطاعة ولو كان صادقا فعلا لما نام الساعة الثانية ليلا، لأنه لن يستيقظ أصلا لصلاة الفجر. فالمسألة ليست فقط نية، بل يجب أن نكون صادقين في هذه النية بحيث لا تخالف النية الفعل.